ضيفنا في هذه الفقرة من نخبة الأطباء في الكويت، يمكن تدرج من خلال الوظيفة كطبيب وعمل أيضا إداري، وهذه اللي نقدر نقول المسيرة الكبيرة اللي خاضها والدراسة في خارج الكويت شلون كانت؟ أكيد ما كانت سهلة، وحلاوتها في صعوبتها، شلون ممكن الواحد يتدرج وينجح ويوصل لمستوى يعني يشوف نجاحاته من خلال الناس وجمهوره، لأنه أيضا طلع في تلفزيون من خلال البرامج وقدم معلومات طبية لجمهوره. قبل أن نتعرف على دكتورنا، أو خلونا نرحب فيه وبعدها نطلع للسيرة الذاتية. نرحب فيك دكتور راشد العويش، الأمين العام لجمعية القلب الكويتية، حياك الله معنا وأهلا فيك. الله يحييكم أكثر، أنا عاجز عن الشكر صراحة. نورنا اليوم دكتور راشد بهذا اللقاء، وبنتكلم في أمور كثيرة، وعسى ان شاء الله يتقبل بصدر رحب ان شاء الله. قد يعني نعرج الى امور شخصيه، لا تشرف، ونبي نتناول بعض الامور اللي يمكن في حياتك الاجتماعيه. تفضل، عسى الله يحفظك. نطلع هذا التقرير ونرجع لك تعالي ان شاء الله. نشوف التقرير. الصحه العامه فن وعلم الوقايه من الامراض واطاله العمر وتعزيز الصحة من خلال تعزيز الجهود المنظمة للمجتمع. والحلو بالموضوع أن تعزيز صحة المجتمع في الكويت تأسس على يد شخصية كلنا نعرفها من خلال شاشة التلفزيون في الثمانينات والتسعينات وحتى بداية الألفية، وتحديداً في شخصية الدكتور راشد عبد العزيز العويش. الصحة العامة وصحة المجتمع كانت الموضوع اللي يشغل الدكتور راشد في هالفترة اللي تدرج فيها من يوم صار طبيب في الوزارة إلى أن أصبح مستشار في الوزارة، وتنقل بين الطب والتدريس والإدارة والعمل الفني. الكلام مع الدكتور راشد العويش أكيد في أسرار وذكريات راح نتعرف عليه الليلة في عالسيف. ما شاء الله دكتور، يعني هذه جزء جدا بسيط من السيرة الذاتية لليوم. راح نتطرق للكثير من الذكريات، لكن نبي نروح للتخصص ونبي نعرف المشاهدين شنو معناه تخصصك اللي هو الصحة العامة، شنو نقصد فيها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا لما نتكلم دائما نقول، احنا ما نقول الصحة العامة، احنا نقول صحة العامة، صحة العامة. العامة يعني، فبالتالي احنا نتكلم على صحة المجتمع، المجتمع اللي هو الناس اللي عايشين في المجتمع. فبالتالي انا كطبيب ما اتعامل مع مريض، لا، انا اتعامل مع المجتمع صحيح. بشكل عام. فكل الاجراءات اللي انا اسويها وكل التعليمات اللي انا اسويها تهم المجتمع بشكل عام. فبالتالي قراراتي انا قرارات تهم المجتمع كله. يعني مثلا دخلنا برنامج تطعيم، فبالتالي كل أطفال الكويت هيدخل عليهم البرنامج صحيح. هذا التطعيم. سويت نظام مثل نظام فحص العمالة الوافدة، صار نظام وصار الكويت كلها، كل خادم يدخل الكويت لازم ينفحص ولازم فهذه نتكلم على صحة العام، يعني صحة المجتمع بشكل عام. جميل. قبل شوي وإحنا قاعد نشوف التقرير كنا نسولف دكتور، نعم، أن اليوم الدكتور راشد العويش من بداياته انشهر في الإعلام صحيح، والناس توجهت عند المصداقية ومتقبلين الناس كلامه وتصريحاته بما أنه هو مختص صحيح في هذا المجال. نعم. فأثرت بالمجتمع دكتور بشكل كبير من سنوات، يعني الحمد لله. أي حدثنا عن دخولك في هذا العالم، عالم خلينا نقول المجتمع، وانت شلون تبدي تنصح وترشد. نعم. قلما نشوفها من الدكاترة. نعم. والله يشوف، يعني الإعلام ترى موهبة، يعني مو كل واحد ينجح بالإعلام صحيح ويقدر يوصل الرسالة بشكل بالضبط، يعني واضح صحيح، والناس يتقبلونه. يعني أنا أتذكر دائما يقولون لي دكتور، يعني إحنا نقعد نشوفك بالتلفزيون ونفكر يا ريت الدكتور يسأل السؤال هذا، ونشوفك على طول أنت سألت السؤال اللي إحنا نبيه. يعني تحس إن الناس حاسة إنك أنت قاعد تعرف شنو اللي يفكرون فيه وشنو بالضبط. هذا وهذا الشيء اللي خلى برنامجي مثل ما تقول الناس كلها صحيح. يعني أنا ما تقول، يعني وقتها كان زين، يعني كان نحط الساعة 6:30 المغرب صحيح، فكان جمهور لا، والناس ودها تعرف، يعني نعم، مو مثل الحين نقدر ندخل في أي موقع، نعم، وكذا، لا، قبل نعم، يعني لما يطلع كان الدكتور راشد نبي نسمع صحيح، يعني يعني ننطر القرار. يعني أتذكر موضوع كان عندنا اللي هو نفوغ الأسماك،
يعني كانت الناس تنظر الدكتور راشد شو يقول، ناكل سمك ولا ما ناكل سمك؟ يعرف يعني هالمستوى وصلنا يعني. والله لا الدكتور راشد قال كله خلاص صحيح. خصوصا في الامور الطبيه الواحد يحب ياخذ نقدر نقول المعلومه الصحيحه من المصدر الصحيح دائما. لكن الدكتور ودي اردك للبدايات. صحيح. بعد ما تخرجت من الثانويه وقررت انك تدخل تخصص الطب. نعم. كان قرار ولا كان صدفه؟ والله تبين الصدق يعني الظروف هي اللي يعني صارت حتمت هذا الشيء. يعني انا اتذكر في 67 لما رحت ادرس طب، ادرس يعني جامعه بعد تخرجي من الثانويه العامه 67، كان امامي يعني اتجاهين، يا امريكا يا القاهره. وكان وزاره التربيه حددت يعني لازم النسبه مئويه 70% عشان تطلع بعثه. فكنا مجتهدين بالدراسه زياده عشان نطلع بعثه، وكان اختيارين الاثنين اللي موجودين. فالواحد لما يشوف طب وهندسه بس ماكو شيء ثاني، عرفت؟ فبالتالي الطب يعني يرن انت اكثر. انا ما اقول ان انا والله اخترت الطب لان انا حابب الطب، لا، بس يعني طموح عالي الطب يعني. هذا اللي صار ودخلت الطب والحمد لله. ويعني انا بالتخصص مالي ما كنت يعني ناوي اتخصص الصحه العامه اساسا، يعني الصحه العامه هذه ما كانت من مثل ما تقول الاشياء اللي في بالي يعني. صحيح. انا كنت بتخصص نساء ولادة. واتذكر ان انا بالتدريب مالي في القاهره قضيت فتره طويله في مستشفى الولاده، مستشفى الجلاء مشهور في مصر، مستشفى الولاده. وعمليات تخدير مالت ولاده، كل شيء له علاقه بالولاده. لكن لما جيت الكويت هنا صارت ظروف معينه يعني وصلتني الى ان انا اروح ادخل الصحه العامه. والصحه العامه طبعا من بدايتها والحمد لله يعني انا اول منصب لي كان رئيس المحجر الصحي. صحيح. والمحجر الصحي طبعا هذا هو يتعامل مع الامراض المحجريه اللي هي نتكلم على الكوليرا، نتكلم على الجدري، نتكلم هذه الامراض اللي هي كانت تمثل مشكله عالميه. صحيح. وقتها يعني. فلما اشتغلت في القسم انا طورت القسم صراحه يعني، والحمد لله بعد ما يمدح نفسه يعني. لكن اشياء كثيره صارت في القسم، غيرت اشياء كثيره. لا واضحه دكتور. نعم. العيان يعني. وبعدها طبعا دخلت اداره الصحه العامه، من اداره الصحه العامه بعد الواحد يعني دخلها شباب والحمد لله يعني. ارجو ان انا كن جاوبت سؤالك. لا يعني. اكيد مو في مكفي. نعم. دكتور في عندنا صوره. اي خلينا نشوفها مع بعض عشان بسالك سؤال. خلينا نشوف الصوره. هذه الصوره. نعم. تذكرها وين؟ هي اكيد هذه طبعا شهاده الدكتوراه. صحيح. في امريكا. هذه بالذات تاريخها 31/1/1985. هذه طبعا الاحتفال مال جامعه نورث كارولاينا في تشابل هيل بتسليم شهاده الدكتوراه. يعني وطبعا يمكن صوروني الصوره هذه، وهذه الصوره على فكره كانت على جريده مالت الجامعه. الله. بالصفحه الاولى مالت الجريده. وانت قاعد تشوف شهاده تشوفها بفخر. أكيد. وبفرحه. الحمد لله. انجاز حققته. الحمد لله. بذيك الايام اذا بغينا نتكلم عن السبعينات والثمانينات. نعم. قله قليله اللي يسافرون يدرسون. صحيح. وكنا ننظر حق اللي جاي من برا يعني نظره خاصه. نعم. انه راد بثقافه جديده، بعلم جديد. حتى نعم. اللبس تلقاه لابس وكاشخ غير الطالب اللي بالكويت. انا على طول يعني. على فكره انا بدله من قبل شغلي يعني ما تغير. اي بس يعني انت في بدايه ايامك سافرت مصر. إيه. وقد يمكن تعلمت هناك بعض خلينا نقول عادات، موضوع لبس البدله وكذا. اكيد اكيد اكيد. والله شوف يعني مصر احنا طبعا نشكر مصر بالذات يعني، وانا دائما افتخر يمكن انا درست في مصر لان صحيح. جامعه القاهره من الجامعات العريقه صراحه. الشيء الثاني يعني يعني كان في اهتمام فينا ويمكن ما كلفنا كثير احنا الدوله في مجرد بعثه عاديه يعني. طبعا. غير الواحد اللي يروح يدرس في امريكا يدفع التويشن ماله ولا شيء. مصر كانت يعني فاتحه للعرب انهم يجون يدرسون، ودخلنا يعني معظم الخريجين كانوا من 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 القاهره، كان يعني
حصلوا على دراسة، ومجال التعليم هناك في مصر يعني مفتوح صح، والخبرة كثيرة، والدراسة خارج الكويت تفرق أكيد. يعني أنا ما أقدر أقارن الكويت لأن أنا ما درست بالكويت غير الثانوية العامة. طبعا أنا تخرجت من الثانوية اللي هي ثانوية كيفان، يعني أنا كان رغبتي أن أنا أروح ثانوية شويخ، لكن للأسف ما حصل لي هذه الفكرة. وأنا صراحة يعني سعيد أن أنا ما رحت، ما أقول أنها، بس أنا دخلت ثانوية كيفان، فكان ثانوية كيفان فيها مجموعة من يعني من الطلبة الغير كويتيين، زين، فكان تنافس بالدراسة، يعني تحس إن الطلبة كلهم صح. يعني يعني غير أتكلم على في تنافس يعني بال 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 بالدراسة صحيح. فبالتالي يعني خلاني الواحد يدرس ويعطي، وحصلت على يعني نسبة كبيرة بالثانوية العامة، يمكن أنا حصلت على 82 في المية، وهذا شيء ذاك التاريخ كان كبير، الحين 82 ولا شيء، الحين كله بالتسعينات وبالـ99 والأشياء، لكن أول أنك أنت تحصل بالثانوية العامة لأنه مختلف الدراسة كانت نوعيتها. طبعا أكيد الأهل والوالد تحديدا شلون كان يعني دعمه لك في موضوع الدراسة في خارج الكويت؟ يعني مع العلم أن الوالد كان شخص عصامي. نعم نعم والله، يعني العائلات بالسابق غير العائلات الحين، يعني ماكو تدخل كثير في قضية التدريس والمتابعة الكبيرة، يمكن يعتمد على الـ على الـ على الـ على يعني على الشخص نفسه مدى حبه، يعني في واحد شاطر ويذاكر من نفسه، يعني كنت أنا أدرس وكنت أروح بالحديقة العامة، عندنا حديقة الأندلس في 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 الشامية، ندرس بالليل وندرس، عملية الدراسة كانت من الشخص نفسه يعني. الحين طبعا اختلف الوضع بالنسبة للأهالي، كلهم متعلمين وعلى علم وعرفت، يفرق يعني. أنا والدي الله يرحمه يعني كان له دور طبعا كأب وهذا، بس يعني الناحية العلمية ما كنت أتوقع منه أنه يدرسنا أو شيء من القبيل هذا، يعني أن الواحد اعتمد على نفسه بالشيء هذا. والوالدة الله يرحمها بعد يعني مستوى تعليمها كان القرآن الكريم والأشياء هذه، يعني تعرف الكتاب. سنوات قضيتها في صحة العامة صحيح. هذا التخصص اللي كان يمكن أنت بداية الدكاترة اللي دشوا هذا التخصص، وطور كثير من الثقافات الصحية في الكويت. نعم. كلمنا دكتور عن الحقب اللي مريت فيها خلال هذه السنوات، الأمراض اللي صارت، بعض الجائحات اللي يمكن يعني عشناها في نعم. في السنوات نعم. السابقة. يمكن أول بداية العمل في الصحة العامة أتكلم على أنا مسكت إدارة الصحة العامة في سنة 88. قبلها أنا كنت نائب لمدير إدارة الصحة العامة. وكان يمكن بالبداية كان عندنا مشكلة مالت انفجار مفاعل شرنوفل، هذا كان في الاتحاد السوفيتي صحيح. فكان انتشار الإشعاع والأشياء هذه، وكان تخوف من المواد الغذائية والأشياء صحيح. هذه فكانت هذه أول مشكلة يمكن تواجهنا. بعدين دخلنا في قضية الحرب العراقية الإيرانية، وموضوع البواخر الكثيرة اللي كانت في الكويت عندنا، لما كان من معظم المساعدات اللي كانت تيجي عن طريق الكويت للعراق، فكان يعني محتاجة ان احنا نطور من الخدمات الكارنتينية او الخدمات اللي هي مالت المنافذ البحرية، يعني لان لما نتكلم على المحجرية المراكز المحجرية نتكلم على المنافذ البرية والجوية والبحرية، فلازم ان نطور في هذا العمل. ويمكن انا قمت بزيارة، يمكن الدكتور الله يرحمه الدكتور عبد الرحمن العوضي كان وايد من الناس اللي ساعدوا في هالموضوع وطوروا في هالموضوع، يعني رحت إلى جولة استطلاعية حق الموانئ المشهورة يعني، وكان أهم ميناء كان ذاك التاريخ أتكلم على بالثمانينات، أنا ميناء سنغافورة. ميناء سنغافورة كان سنغافورة بلد صغيرة لكن تشوف كمية كبيرة من الموانئ كميناء، فرحت ميناء هونغ كونغ وميناء سنغافورة وميناء بومبي، ورحت نيويورك طلعت على الموانئ وشغل الموانئ والأشياء هذه،
ويتغيرنا ودخلنا نظام الاتصال اللاسلكي بدل الأول كان في لنج الصحة يروح لازم عند الباخرة ويشوف الباخرة، لا صار اتصال لاسلكي ما نحتاج نروح لنج، تغير كثير يعني حسب والله عمل مو سهل أكيد أكيد يعني نشوف يعني في ناس أنا أقول لك إياها في ناس يجون في المنصب مكانهم يقول لك يعني أنا إيش حق أعوز نفسي كل شيء على طمام المرحوم كلمة كويتية مشهورة عليها، وفي ناس لا وده يعني يحرك المياه الساكنة ويحرك ويشوف ويغير ويستانس لما يشوف الدنيا تغيرت. صح. يعني أنا ما أمدح نفسي لكن أنا من النوع هذا اللي أحس أن أنا عملت أنجزت أشياء كثيرة في إدارة الصحة العامة وأنجزت فيها. ويمكن طبعاً أي واحد في الصحة العامة تسأله يقول لك الدكتور راشد وين، على قولة المصريين فين أيام الدكتور راشد. فالحمد لله يعني مثل المان يستشهدون فيها نعم يستشهدون في هذه الأيام الحمد لله الحمد لله. وبعدين يعني مثلا تكلم الآن أكيد عندكم خدم وهذا يعني بالبيوت وهذا لازم أول ما يجي لازم تودون الفحص الطبي، هذا الفحص الطبي ما كان موجود قبل ما أجي أنا، يعني أنا جيت قلت تعال إحنا الحالات هذه قاعد نسفرها طب ليش ما نمنعها مرة واحدة ما تجي من أول. صح. فطلعنا قرار في 87 اللي هو دخلناه في نظام الإقامة. صحيح. إن الفحص الطبي لازم يكون من ضمن الإقامة. إدارة الفحص. بعدين شفت الحالات قاعد نكتشفها بالكويت وايد، طب ليش ما نمنعها وهي برا؟ فسوينا جولة إلى برا واخترنا مراكز في الهند وسيلان والفلبين وباكستان والآن تطور الموضوع الآن صار حتى الدول الأفريقية كان فيها مراكز. هذا البرنامج سويته بالكويت أنا في 94 وبعدين تكلمنا مع مجلس التعاون وقلنا تعالوا ترى احنا عندنا تجربة ناجحة. فراح وفد سنة 97 إلى الدول هذه اللي احنا رحنا لها احنا قبل يعني أنا رايح لها مع الدكتور ثاني واعتمدوا نفس الإجراءات اللي أنا حطيتها اللي هي مواصفات اللياقة الصحية. جميل. ويعني الكل اللي سووه لما شالوا شعار الكويت وحطوا شعار مجلس التعاون فصارت الآن جاهز القرار جاهز العملية جاهزة. فلقيت صحيح. الآن الموضوع هذا ماشي على مستوى دول الخليج كلها إنه الفحص خارج البلاد ومراكز معتمدة والمراكز هذه طبعا تخضع لمراقبة سنوية وهذا العمل ماشي لغاية الآن. ففي أشياء كثيرة الحمد لله يعني لما نشوفها يعني هذه تعتبر الإنجازات دكتور. الإنسان لما يخوض يعني سنوات من العمل لابد أنه يترك بصمة ويترك إنجاز ويطور من المكان اللي هو فيه. نعم. ما يقعد على اطمام المرحوم ولا يقول لك يا معود امسك مينونك لا يك هذا كله يوقف هو التطور في نعم 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 الحمد لله. ودكتور انت يعني ما شاء الله مو بس اكتفيت في انك انت تعمل كطبيب وك نقدر نقول اداري وغيره ايضا كانت لك يعني برامج توعي فيها المجتمع في المعلومات الطبيه مثل انت وصحتك هذا يمكن من اشهر البرامج اللي نعم. قدمتها واللي تناولت فيها معلومات جدا قيمة للمجتمع صحيح. وعيت فيها الناس صحيح. يعني أنا بديت البرنامج في 86 وآخر حلقة أو يعني انتهينا تقريبا في 94 يعني 8 سنوات طبعا الحمد لله. يمكن الفترة الأخيرة شاركتني في دكتورة اسمها ليلى الجاسم الله يسهل عليها الآن في أمريكا فكنا احنا الاثنين نقدم البرنامج. يمكن أنا عرضت مواضيع شوية ما كانت تعرض يعني مثلا أنا ناقشت أتذكر يعني استخدام حبوب منع الحمل هذا شيء يعني ما كان يعني صح المجتمع حزتها يشوف أنه موضوع حساس هذا الشيء يعني تعرفت يعني صحيح فطرق منع الحمل والأشياء هذه ويب دكتور ما نسوا الأولادة وتكلموا والأشياء هذه لا وقت الناس محتاجة يعني هذه الثقافة نعم وقت الناس محتاجة هالثقافة صحيح صحيح وكل موضوع مثل ما قلت لك يعني أي شيء جديد يسوي وزارة الصحة كنا يعني نلغي الضوء عليه وكنت آمل يعني أن يكون عندي فريق مثل ما كان وقتها كان وزارة الداخلية عندها فريق اسمه من الأمن والمواطن وشغلة هذه، فكنت أنا ودي أسوي شغلة جديدة يعني، بس للأسف
ما قدرت لأن ميزانية وشغلات هذه، لأن أنا ودي أنك أنت ما تنتظر يعني التلفزيون هو اللي يعطيك الكاميرات ويعطيك الفني أي وقت، لا لما يكون عندك أنت جهاز كاميرات وهذا تقدر تدخل أي مكان في وزارة الصحة أي وقت تقدر تصور، عرفت يعني يفرق الشيء، تكون في مرونة يعني. يعني أنا أتذكر مرة كان عندنا تصوير في اليهرة، تعرف أنا متكلم على بالتسعينات يمكن أول تسعينات، تروح اليهرة ويوم كان غبار غبار يعني، على ما وصلنا المركز الصحي اللي هناك طلعت الروح ولا اللي معانا جماعة عملوا التلفزيون كان يقول دكتور آسفين احنا نسينا النك. اهم شيء صدق في التصوير. فاتذكر يعني قلت احنا لو عندنا جهازنا وربعنا وهذا كان غير الوضع يعني. يا رب لكل قرار دكتور قصه. نعم. وعشت قصص كثيره، وابي قصه ال 20 فولت اسمعها منك بعد الفاصل. حياك الله. اطلع فاصل. تفضل. اليوم مع تطور التكنولوجيا صارت العمليات وايد أسهل وأبسط، والتعامل مع المريض خلال عمليته وبعد عمليته شيء جداً مهم. الثقة هي أساس علاقتنا مع مرضانا، علشان كذي نهتم بكل التفاصيل اللي تريح المريض. راحتكم وسعادتكم غايتنا، فإحنا كطاقم طبي وإداري في مستشفى السيف معاكم في مركب واحد، وابحر برعايتنا. إذن دكتور قبل الفاصل سألتك عن موضوع العشرين فولت، قل لنا هالقصة هذه. أي يعني من بين الأشياء اللي برضو يعني شاركت فيها أنا في 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 كمسؤول في وزارة الصحة، اللي هو جت فترة صار منع على الدجاج المجمد اللي هو المستورد. أنا أتكلم بسبب السبب إن يقال إن المسالخ اللي هي خارج الكويت، يعني أتكلم على يمكن فرنسا أو البرازيل، تستخدم الصعق الكهربائي. اي فما يجوز شرعا. ما يجوز طبعا الصعق الكهربائي هذا يموت ال 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 الدجاجة، فبالتالي حرام الواحد ياكلها. صحيح. ما تكون مثلجة. فكان طبعا مهم ان احنا يعني مو كوزارة الصحة، الدولة بشكل عام يعني ان احنا القرار هذا هل هو فعلا احنا نمنع الدجاج المجمد؟ شيء مهم يعني، الدجاج المجمد يمثل يعني شيء اساسي لمجموعه كبيره، ليس بالضروره الدجاج المحلي، في دجاج وحتى كمان وكلاء الشركات اللي هي المنع الدجاج هذا فيها. فشكلت لجنه، هذا الكلام في سنه 94، شكلت لجنه من وزاره الصحه ومن معهد الابحاث العلميه ومن بلديه الكويت ووزاره الاوقاف وزياره فرنسا والبرازيل. والله اكثر من جهه اكيد، لان كل جهه عشان التقصى يعني بشكل واضح يعني طبعا الاوقاف من ناحيه الاسلاميه. صحيح. والبلديه علشان هي المسؤوله عن الاستيراد والصحه طبعا. المهم فرحنا زرنا فرنسا، شوف رحنا المسالخ او اللي هي يعني اماكن الشركات الكبيره في فرنسا يعني، وشفنا طريقه ذبح الدجاج وشلون يتعرضوا للكهرباء الدجاج، شلون تعرض، شلون كانت طريقه يعني الدجاجه كانت يعلقونها من ريولها زين، والمنقار يمر على ماي مكهرب. حلو. فالمنقار هو اللي يعني يمس الماي، لما الماي هذا المكهرب يضرب المنقار مال الدجاجه يصير لها كهرباء في جسمها، فبالتالي تشنج. التشنج هذا يخليها واقفه ثابته، فالموس اللي هو يذبحها على طول هذا. وطبعا حسب الذبح الاسلامي لازم يكون الذبح يكون كامل، الرقبه بالكامل يعني. صحيح. الوريدين الجانبيين دول لازم ينضربون. فالذبح جيد باستخدام الصعق الكهربائي. فهم كانوا يستخدمون الكهرباء عشان
عشان يثبتون الدجاجة، يصير فيها استقامة الدجاجة. صحيح. صحيح. وبعدين تتكلم على مسلخ يسوي له مليون، يذبح له مليون دجاجة في اليوم. صحيح. يعني غير إنك أنت يعني. فبالتالي كنا نشوف ما هو الفولت، هل فعلا الكهرباء هاي موتت الدجاجة ولا لا؟ هل تموت من الكهرباء قبل القطع ولا لا؟ فبالتالي حطينا الدجاج يمر على الكهرباء بدون لا ينذبح. حلو. وبعد ما يمر نزله وشفنا ان الدجاجة تحرك وتمشي. صحيح. ما ماتت يعني. اي. فزودنا الفولت، زودنا الفولت، وصلنا ل 80 فولت. زين. برضه تحرك تمشي، يعني ما تموت. غريبة. يرعى الدجاجة. غريبة. فبالتالي انت تبي الان تبي يعني الشركات ما تقول لهم، ما تقدر تقول لهم والله افتحوا الفولت على كيفكم. صح. لا تبي تحدد. انه قد يمكن يصل الى مستوى يموت. تبي تحدد لهم فولت معين اللي هو يعطيك دياية مذبوحة بالطريقة الإسلامية، اللي هو شنو؟ اللي هو يكون الدم اللي يطلع منها بعد الذبح هو نفس الكمية الدم اللي تطلع من سيولة الدم بدون كهرباء. صحيح. طبعا. فشنو الفولت اللي هو المناسب اللي يعطيك الشغلة هذه؟ 20. فعشرين فولت. أي. قلنا حق الشركات ساعة مات الفولت اللي نبيها إحنا ساعة ثابتة ما فيها سويتش. حلو. عرفت يعني ما تشتغل على 20. أي. وضع القرار بالطريقة هذه وخذ القرار. ومشت المصانع. ومشت العملية على 20 فولت لغاية الآن مسموح. كل الدجاج اللي برا يجي مصعوب كهرباء بس كهرباء مالته ما تزيد عن 20 فولت. صحيح. وبعدها يكون ذبحه اسلامي. دكتور يمكن لو بروح معك لبعض الامراض اللي ممكن الناس في فتره من الفترات كانوا يخافون منها وكمصطلح ايضا. نعم. يخوف منها مرض اللي هو جنون البقر. نعم. تذكر هذه الفتره؟ هي اتذكر هي تاكيد هذه ما تنسي. شيء جديد علينا. نعم نعم. صحيح. والناس تتخيل اشياء يعني. إيه لا نحن يعني احنا رحنا جنون البقر بعد على فكره يعني كان اهم شيء الشركات اللي كانت مهتمه في الموضوع هذا، الشركات اللي تبيع الفاست فود. يعني ما نقول اسمها لكن لان يهمهم لان هم اللي عندهم الهمبرجر وعندهم معتمدين عليه اعتماد ايه كلي. اي صحيح. فبالتالي لما تقول انت اللحم بالذات هذا توقف ايه على البزنس. فبرضه صار وفد. هم كذي كذا جهه. اي هم كذا جهه. ورحنا الى الدنمارك. حلو. الدنمارك لان كانت هي تبعث مصدرهم كبيرة من اللحم المجمد اللي هو الستيكات والشغلات هذه. وشفنا شلون يذبحون بعد البقر يعني برضو صعق كهربائي يعني بس يستخدمون شغلة يسمونها المسدس الطلقة الراجعة. يعني شنو يعني مسدس يطلع منه مثل الشغلة شيء تضرب في الدماغ وترجع مرة ثانية. نفس الوخزة بس لا بس بالرأس من ضعف قليل. يعني لما يضرب الثور او البقره من رقبتها خلاص ريولها تطيح. تتخدر طقت هاون. ايوه. أي. تتخدر عرفت شلون. ولما اول ما تتخدر يروح شاليدها كذي يذبحونها. طبعا ما تموت. أي. عرفت شلون. بالتالي هذا كان موضوع الان. طبعا لما دخلنا في موضوع الانفلونزا يسمونه جنون البقر برضو الناس ناكل لحم ولا ما ناكل متخوفة. لحم متخوفة متخوفة إيه. فبرضو طلعت بالتلفزيون أتذكر أنا مع نائب مدير عام شو اسمه الخلف نسيت اسمه الخلف مقابلة يعني الهيئة العامة للثروة الحيوانية وهذا ووزارة الصحة. كنا نتكلم على الموضوع هو من ناحية الناحية الحيوانية البيطرية وأنا من ناحية الإنسان والهذا. صحيح. ومقابلة كانت وايد زينة في برنامج كان يقدمه واحد اسمه أفتكر محمد شمس الدين أو شيء كذي. أي محمد شمس الدين. أي اسمه الضيف على الهواء أو شيء كذي. وبرنامج كان هم ساعة مثل برنامجكم كذي. صحيح. تكلمنا على إنفلونزا قصدي جنون البقر. وطمننا الناس.
والحمد لله يعني أشياء كثيرة. لا أمور كثيرة مرت وتصريحات نعم. كثيرة منها كانت غريبة. نعم. وتحرك الشارع الكويتي. إنفلونزا الخنازير وعندك إنفلونزا الطيور وعندك سارس وعندك وايد شغلات. بس قصة الفستق هذا فستق الإيراني. فستق. شو قصة هذا؟ هذا الفستق الإيراني هم نفس الشيء. إحنا كان لك تصريح وقتها دكتور. إيه أكيد. أكيد أكيد كل شيء له علاقة في المجتمع مثل ما قلت لك أنا في البداية. أي سنة كانت هذه؟ أتوقع بال لا إله إلا الله. 97 اي شنو صار ان جريده مصفره بعد ما هي قديمه اي الاتحاد الاوروبي منع الفستق الايراني زين وطبعا احنا عندنا اتصال مع الجهات العالميه اللي لها علاقه بالصحه يعني منظمه الصحه العالميه انا شنو السبب وليش نعم فاحنا هنا بالكويت مع البلديه وهذا أخذنا عينات من كل الأماكن اللي تبيع فستق حلو يعني مكسرات كذا تتكلم إيه يعني إيه. إيه ولقينا معظمها يعني ما فيها شيء بعضها فحصتوها فحصناها إيه حلو هم طبعا الفستق في شغلة يسمونها الأفلاتوكسين هذا واحد من السموم اللي يعني تأثر على الإنسان وهذا طبعا تسوي سرطان الكبد إيه بس على مستوى مدة طويلة يعني مو شيء هذا ولقينا طبعا ان يعني بعض الاماكن فيها شويه واتضح ان التلوث هذا مو من المصدر اللي جاي لا التلوث من التخزين طريقه التخزين يكون محزر وكذا نعم ايوه محزر هذا فالتحزر هذا هو اللي دخل الماده هذه ف ويا كثر المحزر بهالمكسرات النصيحه كانت يعني قلنا الفستق هذا يعني بالنسبه حق البني ادم مو شيء اساسي يعني صح. مو حليب ولا شيء اساسي فبالتالي انت اذا تبي فستق روح حق الأماكن اللي تحس إنهم عندهم يعني عليهم هذا. فريش يكون جديد صحيح دكتور يمكن ما شاء الله أنت في هالسنوات الكثيرة أكيد في كثير من الشخصيات اللي أشرفت عليها نبي يعني أهم الشخصيات اللي أشرفت عليهم. اللي أشرفت عليهم. أشرفت عليهم. إيه أشرفت عليهم. شخصيات عامة يعني تعال جو عندك أو أنت أشرفت عليهم أو كذا ماكو. ما مروا عليك لا ما انا قلت لك ما انا ما اتكلم على شخص معين اتكلم عن المجتمع صحيح فبالتالي يعني دائما اتكلم على اقول لي والله انت شنو القرارات اللي سويتها صحيح. حق الكويت اقول لك والله سويت كذي وسويت القرار اللي اتخذته في موضوع العماله اللي جايه من برا ومجلس نعم. التعاون يعني خلينا نقول اقتبس هذه الفكره نعم. وطبقها نعم. كان في بعد تعاونات من دول الخليج او دول عربيه مع حضرتك أو مع لجنة من الكويت وأنت طلعت معاهم لدراسة مرض معين وباء معين إيه يعني إحنا دائما يعني أنا أتذكر مشاريع تصير الكويت يعني أنا بداية عملي بالصحة كنت مع الصندوق الكويتي للتنمية كان الصندوق الكويتي كان يعطي قروض مو قروض يعطي دعم يعني صحيح. تبرعات حق مشاريع صحيه صحيح فكان في مشروع اسمه مشروع عمل نهر عمل نهر هذا طبعا في دول اللي هي في افريقيا اللي يسمونها غرب افريقيا نتكلم على نيجيريا غانا الاماكن هذه كان عندهم مرض يسوي عمى فحتى يكون مشهور كمية العميان لما يمشون مع بعض كان يمشون وراء بعض واحد يمسك الثاني فيسمونهم بلايند سترين القطار العميان لما تدش جوجل تحط تشوفه هذا من كثر العميان يعني لأن كانت من نوع واحدة من مو بعوضة واحدة من الحشرات يعني كانت تقرص وتدخل داخل العين وتخترق العين من مكان لمكان المهم فالكويت كانت تدعم المشروع هذا فكنا نروح كل سنة يعني رحت أنا توغو وسيراليون والأماكن هذه كنا نروح نشوف المشروع شو ماشي المبيدات اللي يرشونها والشغلات هذه فهذه كان يعني نشاط شيء ثاني وهذه السفرات كانت فيها خطورة دكتور نعم كانت فيها خطورة السفرات هذه
والله طبعا منظمه، لان انت تروح مع منظمه الصحه العالميه ويروح معك خبراء والاشياء هذه، فهم عارفين منظمين كل شيء يعني عرفت. واحنا دورنا يعني كنا يسمونهم دونر كانترز اللي هو يعني دول مانحه، طبعا يعني انت جاي يعني تعطي فلوس، فبالتالي مرحبين المفروض لك. اي صحيح. فاتذكر الكويت كانت تعطي $1,000,000 سنويا يعني، فاحنا لما نروح كل سنه نقول والله اوكي المشروع ماشي زين وهذا يعطون الفلوس. مشروع ثاني مثل في السودان بعد كان في يسمونه مشروع الجزيره، كان يعالج موضوع البلهارسيا والإشمانيا، ثلاث امراض كبيره في السودان، فكنت برضو نروح نشوف المشروع وهذا. وذكر ان السودان يعني الكويت كانت عندها مشاريع استثماريه كثيره في السودان، يعني انا اتكلم لك على سنه 82 81 يمكن الدجاج الدواجن اللي موجوده في السودان ياكلونها كل الدجاج مال الكويت. اي ما شاء الله، كل مشروع كويتي هو اللي يوفر الدجاج. طبعا الحين كلها طبعا الاشياء هذه يعني استثمارات الكويت بالسابق كانت وايد واضحه. صح. يعني انا اتذكر في ال 75 الطريق اللي كان يربط ما بين برشلونه ومدريد 600 كيلو، اي كان استثمارات كويتيه عجيب. يعني التول اللي هو عارف لما تمر انت كل ما مرت في تول اللي هو قصدي اللي ياخذون منك الرسوم، اي نعم، كان تبع استثمارات كويتيه. فالاستثمارات الكويتيه بالاول تشرب زمان، الحين للاسف يعني ما تسمع عنها وايد مثل ما كانت. دخلنا يمكن مواضيع ثانيه غير هذا، بس هذه من الاشياء اللي انا يعني ردك للكويت دكتور، العمل مالي يعني. ردك للكويت دكتور، ودي لو اخذ رايك في الرعايه الصحيه الاوليه في الكويت، شلون تشوفها وتقيمها؟ الرعايه الصحيه الاوليه تتكلمين على انت يعني حاليا عندنا يعني. نتكلم احنا عندنا الرعايه الصحيه تنقسم الى ثلاث مستويات، عارف شلون؟ يعني اللي هي الرعايه الاوليه والرعايه الثانويه والرعايه الترشري الثلاثيه. الاوليه اللي نتكلم على مستوى المستوصفات. طبعا احنا عندنا في الكويت، انا ما اتكلم عن بالنيابه عنهم، لكن عندنا يعني يمكن افتكر وصلنا 85 مركز صحي. صح. ومنها وحدات مجمعه. طبعا صحيح. دور المركز الصحي هو استقبال الحالات الطارئه والحاله اللي تستدعي التحويل يتحولها الى الرعايه الثانويه اللي هي المستشفى. صحيح. وبالتالي طبعا الرعايه الثالثه اللي هي الكير اللي هو مراكز التخصصيه والاشياء هذه اللي هي الرعايه الثلاثيه. فالرعايه الاوليه صراحه يعني انتم شايفين المستوصفات ما شاء الله، والان يمكن في تنافس، الان قاعد نشوف المستوصف يمكن الان قاعد ينافس المستشفى. صح. يعني في مناطق بالكويت الان عندنا مركز الصحي في الاسنان والعيون كل التخصصات والسكري كل التخصصات موجوده. فاعتبر الرعايه الاوليه الان يعني خذت شويه بعد من الرعايه الثانويه، يعني خففت. صح. من الجهد على المستشفى، هذا الابتعاد عن المركزيه. صحيح. أيوة. وهذا شيء جميل يعني. اكيد طبعاً. اكيد يعني هو بدايه طبعا اللي بدا الموضوع هذا هو الدكتور عبد الرحمن العوضي لما. صحيح. لما استحدث المناطق الصحيه عشان الابتعاد عن الموضوع. لا ما شاء الله في مراكز ايضا تقعد لساعات طويله من اليوم، وفي المجمع مجمع يعني في مستوصف وفي مجمع. صحيح. المجمع. صحيح. هو يعني يحتوي على يعني يشمل رعايه اكثر من هذا. فهذا طبعا موضوع بعيد عن الصحه العامه. صحيح. يعني الرعايه الاوليه غير يعني لما احنا دائما بالصحه العامه نحاول ان الواحد ما يوصل حق الرعايه الاوليه. إيه. هذا اللي قبل إيه. يعني انا قاعد وهذا المهم ترى دكتور، إيه اشتغل إيه. انه ما يروح المستشفى. صحيح. طول ما ان المستشفى والرعايه الاوليه مزحوم عندهم زحمه، معناته الصحه العامه ما قاعد تشتغل زين. إيه. احنا دائما نقول الوقايه خير من العلاج. صحيح. والوقايه اصلا توفر على الدوله، وحتى نفسيات المجتمع يمكن اذا كانت في هناك وقايه ضد امراض معينه. نعم. ما يدخل في هذه الكآبه والامور هذه، لان مرات المريض ايه. يشغل عائله كامله وراء. اكيد. ويدخلهم في جو نفسي لو هذا كان داير باله. اكيد. وواقي نفسه من هذه المشاكل. أكيد. اذا بغينا نتكلم عن نصايح اليوم. نصايح. اكيد دكتور راشد كل ما رحت مكان يطلبوا منك نصيحة بهذه شو نسوي؟ شنو العادات السيئة اللي لازم نبتعد عنها؟ نعم. طبعا أنا
تخصصي في الولايات في امريكا كان تخصص الوقاية من امراض القلب. صح. او يعني شلون الواحد يحمي قلبه يحافظ على قلبه. وهذا اللي خلاني يمكن انا اول ما رجعت من 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 امريكا صرت يسمونه شاركت في عمل تطوعي. أه. اللي هو جمعيات النفع العام، منها جمعية القلب الكويتية. جمعية القلب الكويتية اللي هي احنا نسميها كويت هارت فاونديشن. الفاونديشن طبعا تفرق عن السوسايتي، تفرق عن الاسوسيشن. صحيح. الفاونديشن عبارة عن يعني تشمل متخصصين وغير متخصصين، يعني في ناس دونرز تجار وفي ناس متخصصين. فجمعية القلب الكويتية اسمها بهذا المنصب، أعضائها تجار ومو تجار، أتكلم يعني الناس يعني يساهمون في دعم البرامج، ودكاترة اللي هم يشتغلوا يقدمون الخدمة داخل الجمعية. فأنا أمين عام لهذه الجمعية من سنة 86 لغاية الآن. صحيح. ما شاء الله. على أساس إنه يعني هذا تخصصي يعني. صحيح. أنا يعني فبالتالي يمكن الجمعية في أشياء كثيرة صراحة سويناها بالجمعية. استحدثنا شغلة اللي هي الوحدة المتنقلة. يعني هاي الوحدة المتنقلة أنا أتذكر حضرت مؤتمر في أول مؤتمر لمكافحة أمراض القلب في العالم كان سنة 85 في أوسلو في النرويج. فالمهم كان هناك عارضين سيارة فيها مكان استشارة، فحص الكوليسترول، فحص ضغط الدم، أشياء مثل هذه. فأنا عجبتني الفكرة، قلت ليش ما نسويها بالكويت؟ يعني سيارة مثل هذه تتروح كأنها محطة يعني. إيه لا تتنقل. صحيح. يعني أنت ما تنظر الناس يجونك، لا أنت تقدر تروح. إيه. على البحر، محطة متنقلة على البحر توقف. وهذا اللي بدينا عملنا الجزيرة الخضراء، كان موقع السيارة هناك على طول بالجزيرة الخضراء. إيه. اللي يتمشون هناك يروحون السيارة يسوون فحص حق الضغط الدم، الكوليسترول. إيه. الأشياء هذه. فالمهم إن, إن, إن الفكرة هذه صويناها بالكويت. ابتدينا من 87 بدينا السيارة هذه، وكل يعني نطور فيها. الجمعية طبعا عندها نشاطات كثيرة، عندنا يوم القلب العالمي اللي هو يصادف 29 سبتمبر كل سنة. فدائما احنا نسوي احتفال في يوم القلب، مو نسوي احتفال، نسوي نشاط قصدي. والنشاط هذا طبعا نختار احد المولات المشهوره، يمكن اخر شيء احنا عندنا، وكلها انشطه توعويه. انشطه توعويه طبعا. الناس تيجي تشوف شنو عندكم، والله ايه تعال افحص ضغطك، افحص نفس هذا. صحيح. لا سكرك هالكذا، دير بالك على نفسك هالشكل، دكتور موجود، عرفت. فهذه ترفع الوعي. الشيء الثاني يمكن احنا الفتره الاخيره الجمعيه بعد دخلت في الابحاث. الحين قمنا نشجع البحث العلمي فيما يتعلق بأمراض القلب. صحيح. فإحنا الآن عندنا بحث اللي هو عن الجلطة القلبية. أعداد الحالات اللي بالكويت وصلنا تقريبا لغاية، أنا ما أتكلم على بس إحنا وصلنا لغاية 10,000 حالة. صحيح. أخذنا حلوة الدراسات اللي تكون على نقدر نقول مجتمع معين، لأن أنت تدرس أطباعهم وتعرف السلوكيات اللي ممكن هم يلقونها وممكن تسبب أمراض. إذا ما يكون عندك قاعدة بيانات ما تقدر تسوي أي برامج. طبعا أكيد. والقاعدة البيانات هذه تعطيك المجال أنك أنت حتى لو تسوي برنامج تقدر تسوي فولو أب، تسوي متابعة حق البرنامج، هل البرنامج هذا ناجح ولا مو ناجح. صحيح. فكل الأشياء تحتاج إلى معلومات، إذا ما يكون عندك معلومات ما تقدر تسوي شيء. ما صحيح. تقدر. فإحنا دائما يعني نحرص. أنا أتذكر يمكن أول دراسة في الكويت على الجلطة القلبية أنا سويتها سنة 78. ما شاء الله. جمعت حالات المرضية مالت الجلطة القلبية في الكويت في سنة 78 كان عددها 428 حالة. مستشفين اثنين كانوا يعالجون الجلطة. أتكلم عن جلطة القلب. مستشفى الأمير ومستشفى الصباح. كنسبة وتناسب ما بين ذاك الوقت والحين. طبعا. طبعاً أقل ولا أكثر؟ البوبوليشن زاد. أتكلم على 78 أنت وين تعين السكان زاد. بس قصدي كنسبة وتناسب مع الأعداد.
الحين نقدر نقارن بقبل الحين زايد؟ أكيد زايد. من الأكل؟ زايد بالعدد. من الأكل؟ بالشمل قصدي يعني نتكلم على العوامل المساعدة للإصابة بأمراض القلب. هي زادت. زادت. طبعاً. نمرة واحد على رأسها تدخين. أها. نتكلم على التدخين الآن صار شيء عادي التدخين يعني. صح. قبل بالفريج واحد يدخن. قبل بالفريج واحد يدخن. لا لا. الحين. لا الحين عندك طبعاً أنت عندك الحين بعد السيجارة الإلكترونية هذه اللي اشتهرت الآن طالع شيء جديد بعد هذا. نعم. دكتور ما شاء الله احنا خذينا معك يعني محاور وعرفت يمكن جانب آخر من شخصيتك. إيه. لكن الجانب الأهم يعني الجانب الرياضي نقدر نقول والاهتمامات الرياضية يمكن هذه شفنا الحين الصورة مع حضرتك. إيه. اهتمامك في لعبة السكواش تحديدا والرياضة يعني شفناك يمكن قبل شوي بالفيديو بعد مهتم في الجانب الرياضي بشكل كبير. في بعد فيديو وفي فيديو حطيت لكم إياه وفي الكؤوس. الكؤوس اللي أنا ماخذها صراحة يعني. ما كلمنا الله عن اللعبة يعني واهتمامك فيها. شلون؟ كلمنا عن اللعبة واهتمامك فيها. هي اللعبة عن السكواش. تعطي لياقة عالية. أنا على فكرة يمكن ما ذكرت إن أنا أول دكتور كويتي درس الطب الصيني. أنا سافرت إلى الصين في 76 ودرست 4 شهور طب الصيني اللي الصيني هو الأبر وكذا اللي هو الأبر الصينية. أها. وفتحنا عيادة الدكتور عبد الرحمن العوضي الله يرحمه بالتعاون مع الحكومة الصينية يبنى فريق صيني في هذا الحكي في 76 في المستشفى الأميري وأنا كنت مدير العيادة. ويعني والناس طبعا هجوم على العياده لانه شيء جديد كل واحد يمكن ابي يجرب الطب الصيني عرفت شلون؟ فاتذكر احنا عندنا يعني الطب الصيني المهم ان انا لما كنت بالصين تعلمت شلون تعلمت الرياضه. الشعب الصيني عندهم الرياضه شيء مقدس يعني حتى الميكروفونات محطوطه بالشوارع الصبح الساعه 6 الميكروفونات تشتغل زين اللي هو على قولته 1 2 3 كذي عرفت تمرينات الكل يطلع يسوي يقول شيال كبير يسوي كذي يعني تمارين ها فانا من رحت الصين ما اسوي رياضه ولا اعرف الرياضه شلون شكلها صراحه هناك تحركت قمت اركض نزل وزني من 84 الى 68 خلال أربع شهور زين تغيرت كليا لما رجعت الكويت ب 76 أبي أكمل رياضة ماكو بالكويت هني يعني صعب إنك تلاقي لك واحد يمشي بيركض بالشارع صح بس لاعبين الأندية بس لاعبين الأندية صعب عليك اي فأنا قمت أركض وين وين شارع الخليج العربي وين الكنائس ما الكنائس زين باتجاه اللي هو الناحية هذه مو ناحية مجلس الأمة لا راجع أيوة صوب وزارة النفط أيوة بالضبط قمت اركض من هناك زين فالعالم تتفرج علي قمت تحكون اي شيء غريب المهم اتذكر اخوي كان بطل سكواش ايوه طارق العويش بطل الكويت بالسكواش كان يقول لي انت بدل ما تركض تعال نادي الكويت احسن لك الله زين العب سكواش وهم عندك النادي هم في ملعب والله قلت وش ودخلت السكواش على كبر يعني دخلت انا عمري يمكن 26 27 سنه ألعب سكواش خلال سنتين صرت بالفريق ما شاء الله وصرت يعني محترف سكواش محترف اي ما شاء الله طبعا لما تدش انت بالثلاثين والخمسة وثلاثين خلاص يعني ما تقدر تنافس اليهال الصغار طبعا زين فقمنا نسوي بطولات بطولة الخمسة وثلاثين وقمت أنا بوزارة الصحة كنشاط لمكافحة الإيدز سويت 3 بطولات بالسكواش حلو بالتعاون مع بنك الكويت الوطني. عاد انت شايخ عليهم بعد. وعندي يمكن صور يمكن هذا حطيت لكم اياه وشيء يعني اللي هو توزيع الجوائز وهذا فهذا الشيء وبعدين الماراثونات
يعني كان برضو بنك الكويت الوطني لقيته كان يسوي ماراثون فعلا. يمكن هو المجتمع الكويتي تحديدا يمكن مهتم في الجانب الرياضي بشكل جدا كبير من خلال الأنشطة وغيرها. دكتور احنا ما شاء الله يعني سعدنا في وجودك اليوم معنا، الحديث جدا مشوق مع حضرتك، يعني شخصية عندها نجاحات كبيرة وتطور الطب معنا نقدر نقول في الكويت، وصاحب بصمة في المجال الطبي في الكويت، بصمة جدا واضحة وناجحة. قواك الله ويعطيك ألف عافية دكتور، نورتنا اليوم. أرجو احنا أن نكون يعني ضيف خفيف على جمهور برنامجكم. استمتعنا ونثق تماما المشاهد اليوم استمتع معنا بهذا الحوار. كل الشكر على وجودك اليوم دكتور، عسى الله يوفقك في القادم الأيام ونسمع عنك الأخبار طيبة إن شاء الله. إن شاء الله. شكراً. شكراً. شكراً لك. إذا راح ننتقل معكم لفقرتنا الأولين، بعدها نرجع معكم في الاستديو.